حدثت الفنانة ديانا حداد ضجة كبيرة بعد مشاركتها في ليلة بيروت ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بسبب تصرفها الذي رصدته الكاميرا خلال غنائها الذي أدى إلى غضب الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين بشدة. حدث الأمر عندما صعد على المسرح كل من الفنان نجوى كرم وملحم زين وديانا حداد والفنان عاصي حلاني من أجل الغناء سويا أغنية تعلى وتتعمر يا دار وإهدائها إلى وطنهم لبنان. وعندما بدأ الرباع الغناء حدث موقف غير متوقع، وهو بروز صوت ديانا حداد بشكل لافت للغاية عن باقي زملائها النجوم، مما دفع البعض لاتهامها أنها تعمدت تعلية صوتها من أجل التغطية على صوت البقية. وما زاد من الانتقادات إلى ديانا حداد أن طوال الأوبريت كان صوتها هو الوحيد البارز، ورصدت الكاميرا رد فعل نجوى كرم وملحم زين على تصرفها من خلال النظر إليها أكثر من مرة خلال الغناء عندما لاحظا أنها منفردة بالغناء وحدها على المسرح. وبعد انتهاء الأغنية انصرفت نجوى كرم سريعا من على المسرح وتبعها ملحم زين، بينما ظلت ديانا حداد تحيي الجمهور ومعها عاصي الحلاني الذي حاول أن يتدارك الموقف الغريب. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع غناء النجوم الأربع في الرياض، حيث أبدى البعض انزعاجهم من تصرف ديانا حداد، مشيرين إلى جانب أنها غطت على زملائها في تعلية طبقة صوتها، فإن غنائها شابه الكثير من النشاز لم يكن متقن. ولم يخل الأمر من دفاع بعض الجمهور عن ديانا حداد، ملمحين إلى أن الأمر برمته مشكلة في هندسة الصوت، والدليل أن صوت ديانا هو الوحيد البارز عن باقي النجوم، فيبدو أن الميكروفونات البقية كان بها عطل ماء. ولم يخل الأمر من انتقاد البعض للموقف برمته، مشيرين إلى أن النجوم كانوا في حاجة لعمل بروفا أكثر من مرة على الغناء سويا قبل أن يصعدوا على المسرح وتكون النتيجة غير مرضية.